أستاذ مصطفى من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مبروك؟ ربنا يسترك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله وأكرمك بنداه وكرمه. والله على ما أقول شهيد. الله يا حبيبي يشهدك الجنة ويشهدك رمضان. تفضل أؤمر. اللهم أمين. ليه عند حضرتك طلب؟ أؤمر. أنا دلوقتي والدتي كان عندها بيت. أيوه. الله يرحمها. اللهم ارحمها. ووالدتي موجودة، أخويا توفى. والدتك موجودة؟ ووالدتي لما كانت موجودة أخويا توفى. أخوها؟ أخويا أنا. مخلف؟ مخلف ثلاثة. مخلف ثلاثة، جينا للوصية الواجبة اللي اتكلمنا عنها امبارح. ما هو عشان كده أنا بتصل بحضرتك. أيوه، ليهم وصية واجبة وهو نصيب أمهم، نصيب أبوهم اللي هو أخو حضرتك، بحيث إن نصيب الأخ ما يحصلش ما يزيدش عن تلت التركة. لكن طيب أنا دلوقتي اديت لهم حقهم زي بالظبط. كويس أوي. هل كده أنا عديت حدود الله؟ لا، لأن أخوك لو عايش هياخد زيك بالظبط، وهم ياخدوا نصيب أبوهم. بس الوصية الواجبة بتقول إن هم ما يورثوش. أنت اديتهم حقك أنت؟ لا، اديتهم حقهم زيي. حقهم زيك، يعني كأنك اديت اخوك الميت زيك بالظبط. فبدل ما تدي لاخوك نصيبه غير نصيبك، اديته لاولاده. وبعدين شرط الوصيه الواجبه في الاحفاد ان ما يكونش حد فيهم وارث. مثال واحد مات وترك بنوته وبنت ابن، بنت الابن ابوها مات في حياه جدها، ما تاخدش وصيه واجبه، لان ليها السدس تكمله الوصيه. البنت يا مصطفى، الذي قال فيه أبو بكر سيدنا رضي الله عنه: أنا وحذكر بس، إحنا قلنا الكلام ده قبل كده. قال أبو بكر: أنا، وما خدش نفس كده وقال: وأعوذ بالله من قلة أنا. البدع بتاعنا، الدين الجديد بتاعنا. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من شرور نفسك ومن سيئات أعمالك، استعذ بالله من البخل، من الجبن، من الكسل، من قهر الرجال، من غلبة الدين، من الفقر، من كل ما استعاذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه. لكن تستعذ من روحك؟ هو أنت كنت إبليس؟ كنت إبليسا عشان النحو ما يزعلش؟ وأعوذ بالله من ولد أنا. ليه؟ ربنا قال أنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأبو بكر قال أنا. اشمعنى انت اللي جاي في اخر الزمن تقول واعوذ بالله من قلة انا؟ يا مؤلف هتية، بطلوا تأليف. قول انا رحت، انا جيت، انا اتجوزت، انا خلفت، انا كسبت، انا خسرت، انا ضمير صغير كده في اللغة العربية في قواعد النحو يقول لك وانا لضمير المتكلم ونحن للمعظم نفسه. يعني لما يجي واحد يعظم نفسه يقول نحن نرى، وهو واحد. التعظيم لله بقى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهو الخالق واحد، لكن يعظم نفسه بلغة الجماعة. أنت عارف لو قلت نحن صمت أول رجب وتاني يوم رجب وتالت رجب رجب وأعوذ بالله من كلمة نحن، أقول معاك وجه. تعوذ بالله من كلمة نحن عشان تقول أنا متواضعا. أما وقد قلت أنا ابتداء فلا تستعذ بالله منها.